أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا المصطفى أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم وجاحدي إمامتهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. هل نحن من أهل الوصف أم من أهل الفعل؟ هذا تساؤل ينبغي أن يوجهه لنفسه كل من يدعي أنه على التشيع وأنه مناصر لأهل بيت النبوة عليهم الصلاة والسلام. هنالك فرق شاسع بين المقامين، بين مقام أهل الوصف الذين يصفون التشيع فحسب، الذين يقولون بلسانهم نحن شيعة، وبين أهل الفعل الذين يتبعون وصفهم بالأفعال. لا يكون الأمر فقط مجرد لقلقة لسان، لا يكون الأمر فقط مجرد وصف يصف نفسه شيعيا، وإنما تجد أفعاله تنطق على أرض الواقع بأنه شيعي متفان في نصرة أئمته وسادته صلوات الله عليه. ذلك النداء هو نداؤهم عليهم الصلاة والسلام: ألا من ناصر ينصرنا، هل من ناصر ينصرنا. هذا النداء يتردد عبر الأزمنة، ويفترض بالشيعي أن يستجيب له استجابة حقيقية صادقة، فتكون أفعاله ناطقة ومعبرة عن عمق ولائه وصدق اتباعه ونصرته لأهل البيت الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثمة رواية يرويها شيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه في كتاب الكافي الشريف عن سيدنا ومولانا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، قال عليه السلام: قال أبي يوما، أي الإمام زين العابدين صلوات الله عليه، قال أبي يوما وعنده أصحابه. كان الإمام زين العابدين جالسا، مجموعة من أصحابه أيضا جالسون حوله، ومن يروي ما حدث في تلك الجلسة هو الإمام الباقر صلوات الله عليه. فانظروا ماذا حصل في تلك الجلسة المهمة، جدا مهمة. قال أبي يوما وعنده أصحابه: من منكم
تطيب نفسه أن يأخذ جمرة في كفه فيمسكها حتى تطفأ. الإمام زين العابدين صلوات الله عليه يريد أن يتحدى أصحابه، يرى هل أنهم من أهل الوصف أم من أهل الفعل. يأتي زمان على أمتي يكون فيه القابض على دينه كالقابض على جمرة من نار. هنا الإمام زين العابدين عليه السلام أراد أن يختبر، تتمكن تمسك جمرة من نار أم لا؟ من منكم تطيب نفسه أن يأخذ جمرة في كفه فيمسكها حتى تطفأ؟ يلا ورونا إيمانكم. الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يقول فكاع الناس كلهم ونكلوا. كاع الناس يعني جبن الناس، الحاضرين هؤلاء أصحاب الإمام الباقر قمم التشيع، كاعوا جبنوا نكلوا، كل أطرق برأسه هكذا ما عنده استعداد، جمرة من نار فتحرك كفه. فقمت وقلت، هو الإمام الباقر صلوات الله عليه يقول فقمت وقلت يا أبا أتأمر أن أفعل؟ أنا مستعد، أنا أمسك جمرة من نار. قال عليه السلام ليس إياك عنيت، إنما أنت مني وأنا منك، بل إياهم أردت. أريد أن أختبر هؤلاء، وإلا أدري أنت عندك استعداد، أنت إمام معصوم مني وأنا منك. قال عليه السلام وكررها ثلاثا، ثلاث مرات الإمام الباقر الإمام زين العابدين صلوات الله عليه يكرر، يلا من يمسك جمرة من نار ويقبضها بكفه، ثلاث مرات يكرر ولا أحد استجاب. فماذا قال الإمام السجاد هاهنا؟ قال ما أكثر الوصف وأقل الفعل، إن أهل الفعل قليل، إن أهل الفعل قليل. مرتان يكرر يقول ما أكثر الوصف، هي أوصاف الناس تصف تتحدث، أقبل يا ابن رسول الله فإنما تقبل على جند لك مجندة. وين؟ طلع ماكو شيء. أقبل يا ابن الحسن نحن مستعدون. وين؟ 313 ماكو. وإلا إذا 313 رجل الآن مخلص من المؤمنين المستبسلين الشجعان المستعدون لبذل أرواحهم في نصرة إمامهم صلوات الله عليه، بمقتضى الروايات الإمام مفروض يظهر. هذا عدم ظهوره، اعلم أنه في كل هاي الملايين من الشيعة الذين يقولون نحن شيعة، اعلم هؤلاء أهل الوصف مو أهل الفعل. إن أهل الفعل قليل قليل، إن أهل الفعل قليل. أنت اختبر نفسك، شوف أنت من أهل الوصف أم من أهل الفعل. ألا وإنا لنعرف أهل الفعل والوصف معا. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول نحن نعرف من منكم يكون من أهل الفعل والوصف معا، مو فقط وصف، مو فقط ادعاء يقول أنا شيعي. وما كان هذا تعاميا عليكم، بل لنبلو أخباركم ونكتب آثاركم. هكذا وجه خطابه لأصحابه وجلسائه. ماذا حل بهؤلاء؟ لندع الإمام الباقر صلوات الله عليه يصف حالهم. قال عليه السلام والله
لكأنما مادت بهم الأرض حياءً، كأنما مادت بهم الأرض حياء مما قال، حتى أني لأنظر إلى الرجل منهم يرفض عرقا ما يرفع عينيه من الأرض. بعد هذا الاختبار من الإمام زين العابدين، كأنما مادت بهم الأرض، يعني دارت بهم الأرض من الحياء، أطرقوا برؤوسهم إلى الأرض، وكان كل واحد منهم يرفض عرقا، يعني يسيل، يتصبصب عرقا، يتصبب عرقا من شدة الحياء والخجل، أنه إمامي المعصوم يأمرني بأمر أنا ما عندي استعداد أنفذ. إحنا ندعي نبذل أرواحنا في سبيل الأئمة عليهم الصلاة والسلام، أما شيء مثل هذا القدر بهذا الحجم هو أن نمسك جمرة من نار نتحمل هذا الألم، ما مستعد، ما مستعدين. ما يرفع عينيه من الأرض، ما كان واحد من هؤلاء يتمكن أن يرفع عينيه من الأرض حياء. أيها الإخوة، دعونا نكون صرحاء مع أنفسنا، نحن جميعا ننشد الفرج، نحن جميعا نسأل الله تعالى ليل نهار أن يعجل في فرج إمامنا صلوات الله عليه، لكن هنالك شرط لهذا الفرج، الشرط هو أن نستصلح أنفسنا ونكون شجعان، نكون أقوياء، نكون جريئين في نصرة الحق وأهله. إذا كنا كهؤلاء الذين منهم أهل الوصف فقط، الإمام صلوات الله عليه سيتأخر ظهوره أكثر فأكثر. إذا أردنا حقا التعجيل بالفرج، فإذا علينا أن نكون من أهل الوصف والفعل معا، الوصف والفعل، ما تكون القضية مجرد ادعاء. في كل سنة شعار نرفعه هيهات منا الذلة، الواقع ماذا يثبت؟ نحن أذلاء أم لا؟ خاضعون لبعض الحكومات الناصبية الظالمة المجرمة المتوحشة أم لا؟ خاضعون، نحن أذلاء، هذا واقع. إذن وين هيهات منا الذلة؟ كنموذج اللي هذا أكثر من مرة أنا عرضته، قلت وعلى هذا المنبر، وهذا المنبر يشهد، قلت آل سعود لعنة الله عليهم هؤلاء أعلنوا حربا على آل محمد عليهم الصلاة والسلام، متى؟ لما هدموا قبور أئمة البقيع، هذا كان إعلان حرب على آل النبوة. أين هم شيعة آل النبوة لكي يردوا هذه الحرب ويردوا الصاع صاعين؟ وين؟ ليش الناس نايمة؟ ليش الجهات التي تمثل التشيع نايمة؟ لماذا؟ وكأن أمرا لم يكن، ويحتفلون الشيعة، أصبحوا يحتفلون كل سنة بمناسبة الذكرى السنوية لهدم قبور أئمة البقيع، صارت ذكرى سنوية، حدث في مثل هذا اليوم لا أكثر ولا أقل، مو كأنه جريمة فادحة عظمى من المفترض أن لا تستمر حتى يوما واحدا. هذا الأمر يستحق أن نضحي بدمائنا بأرواحنا من أجله. أين هي انتفاضة الشيعة؟ أين هي ثورة الشيعة في العالم؟ أعلنوا حربا على أئمتنا، ونحن نرى هذه الحرب، ونراها في كل سنة
حيث القبور قد سويت بالأرض المراقد المقدسة ونحن لا نتحرك. نعم غاية ما نصنعه احتفال أي تجمع في تلك الحسينية أو في هذه الحسينية في هذا المسجد أو ذلك المسجد وشوية خطابات وبيانات ومجلس تعزية وفي أمان الله. هو هذا على أكثر ما يتوقع بيان يصدر. ما تغني البيانات. يعني نتصور أن الإمام الحجة صلوات الله عليه حينما يرى مثل هذا ويرى بنفسه كيف أنه شيعته لا يبذلون شيئا، لا يحاولون بجدية لرد هؤلاء المجرمين وإجبارهم على إعادة تلك القباب المقدسة والأضرحة الشريفة من جديد، يرى أن هؤلاء لا، واقفون على التل يتفرجون. يتوقع الإمام منا بعد هذا، بعد هذه الفرجة، يتوقع منا أنه حينما ينهض ويصبح هنالك صراع مسلح بينه وبين آل سعود أننا نبذل فعلا أرواحنا ودماءنا من أجل نصرته؟ كلا. الروايات تحدثت وقالت بشكل صريح وفيه خزي وعار لأدعياء التشيع أن الإمام صاحب العصر صلوات الله عليه حينما يظهر ويطلب النصرة من شيعته فماذا يجيبونه؟ يقولون له ارجع لا نفعل، إنما نتقي، نريد أن نعمل بالتقية. أنت تريد أن تقيم وتذكي نار حرب أهلية، هكذا سيقال للإمام المعصوم. شوفوا شلون المعادلات تنقلب. تصور الثورة على الظالمين، على الحكومات الظالمة الغاشمة، تصور وتعنون بهذا العنوان حرب أهلية. ماذا نصنع بتبدل المفاهيم؟ الإنسان المؤمن يجب أن يكون واعياً، الإنسان المؤمن ينبغي أن يكون جريئاً شجاعاً باسلاً بطلاً لا يهاب أحداً. دعونا نثبت جدارتنا أمام إمامنا صلوات الله عليه وعجل الله فرجه في قضية البقيع كنموذج، وثم انظروا كيف يعاملنا الإمام، وهل أنه يظهر أم لا يظهر. دعونا نثبت أولا جدارتنا. واحدة من الأمور التي أكثر من مرة نادينا بها ضرورة أن يجتمع مجموعة من المؤمنين الشيعة المخلصين من ذوي العلم والفهم والخبرة لكي يرفعوا قضايا لدى المحاكم الدولية على آل سعود وسلطة آل سعود، لأنهم انتهكوا حرمات المؤمنين، انتهكوا حقوق الإنسان، دمروا الآثار الإسلامية وعلى رأسها آثار أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم في البقيع، ضربوا حصاراً إرهابياً على ضريح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بحيث لا يسمحون لأي إنسان مسلم أن يأتي نحو هذا الضريح يسلم على رسول الله ويصلي عليه ويقبل ضريحه الشريف تعبيرا عن ولائه له. حصار إرهابي من هؤلاء الآمرين بالمنكر الناهين عن المعروف. هذه تعتبر جرائم في العرف العالمي، في العرف الإنساني. لما لا ترفع قضايا على هؤلاء؟ لما لا ترفع قضايا على الملك السعودي؟ لما لا نلاحقهم في كل مكان؟ ينبغي أن نلاحقهم، لازم نوريهم الويل، لازم ما نخلي الملك السعودي ينام الليل، وإلا قبور أئمتنا تبقى هكذا وأئمتنا يبقون هكذا. هذا أمر ضروري وواجب النفاذ سريعاً. مجموعة من المؤمنين الخلص من ذوي العلم والفهم
أكاديميين، مثقفين، سياسيين، ناشطين حقوقيين، علماء دين، من أشبه، يجتمعون يشوفون ما هي السبل والوسائل القانونية لمحاكمة آل سعود لدى المحاكم الدولية، رفع قضايا. هذا مسار. مسار آخر، قلنا ضرورة الضغط الإعلامي والدعائي على هذا النظام الجائر، يجب أن يقع ضغط قوي، يجب أن تفضح انتهاكات هذا النظام وجرائمه في كل وسائل الإعلام الدولية، هذا يشكل ضغط. مسار ثالث، محاولة الدفع نحو تدويل الحرمين الشريفين والمدينتين المقدستين، مكة والمدينة، تدويل، مثلما صدر قرار من الأمم المتحدة بتدويل القدس، وإن كان هذا القرار ما طبق كما تعلمون، لكن صدر هذا في نهايات الانتداب البريطاني لفلسطين، صدر قرار من الأمم المتحدة بتدويل القدس، أن تصبح مدينة حرة تشرف عليها وتحكمها الأمم المتحدة، وتصبح للأديان الثلاث، الإسلام واليهودية والنصرانية، لا تكون تابعة لدولة خاصة. كذلك الأمر يجب أن يكون بالنسبة إلى مكة والمدينة والمدن المقدسة، ماكو مانع، لتكن تحت حكم الأمم المتحدة، حتى لا يفرض نظام بعينه مذهبا معينا أو شريعة معينة ويجبر الآخرين عليها في تلك المدينتين المقدستين. أنا لماذا أجبر حينما أذهب إلى المدينة المنورة على أن لا أقبل ضريح رسول الله صلى الله عليه وآله بداعي أن ذلك شرك أو بدعوى أن ذلك شرك؟ هذا من جاء به؟ هذا المذهب الوهابي جاء به. طيب أنا ما علاقتي بالمذهب الوهابي، لما أجبر أنا على تنفيذ المذهب الوهابي؟ أنا أتعبد بمذهب الأطهار من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ما لي علاقة بهؤلاء. فإذا لا يجوز أن يجبر الناس على مذهب معين، خصوصا إذا كان مذهبا إرهابيا دمويا كالوهابية. سلطة آل سعود تتبنى هذا المذهب، تريد أن تجبر الناس على هذا المذهب. لازم تحرير المدينتين المقدستين من هذه السلطة ومن هذا المذهب. لكم دينكم ولي دين. وأنا قلت لكم سابقا أنه أنا رأيت بعيني في قم المقدسة رجلا بكريا في حرم السيدة المعصومة عليه الصلاة والسلام، كان يصلي بلا تربة وكان مكفرا، كان متكتفا، ولا أحد آذاه ولا أحد نهره ولا أحد أيضا توجه إليه ومنعه من صلاته. لكم دينكم ولي دين، لما لا تسمحون لنا بأن نذهب إلى ضريح رسولنا صلى الله عليه وآله ونحتضن هذا الضريح؟ ما هي المشكلة؟ لما تمنعوننا من حقوقنا؟ لما لا تسمحون لنا بأن نصل إلى أئمتنا صلوات الله عليه؟ هذا انتهاك لحقوقنا. جربنا الوسائل الدبلوماسية مع هذا النظام، ما نفع، لأنه هذا النظام ما يعرف غير لغة القوة، ولا ينفع معه إلا ذلك العلاج الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وآله، الخير كله في السيف وتحت ظل السيف، ولا يقيم اعوجاج الناس إلا السيف. آل سعود الوهابي ما يعرفون غير لغة السيف والقوة، أما لغة المفاوضات، لغة اللغة الدبلوماسية، اللغة الإنسانية، هؤلاء أصلا مو بشر، حيوانات أجلكم الله، ما يعرفون أصلا كيف يتناقشون. فما ينفع الأسلوب الدبلوماسي، ما ينفع مع هؤلاء. إذن لابد من أسلوب القوة، ونحن مع ذلك لا نقول تعالوا تصادموا معهم بالسلاح، وإنما نقول اضغطوا بقوة عبر القنوات العالمية التي تؤثر أكثر من السلاح.
أكثر من السلاح تؤثر، لكن مشكلتنا نحن الشيعة غائبون عن هذا الميدان، ما نعرف نشتغل. اللي يعرفون من أدعياء التشيع يشتغلون بهذا الميدان، يشتغلون من أجل كراسيهم مصالحهم حتى يحصلون على الحكم بالعراق، يروح ويدور بالأمم المتحدة وزارات الخارجية والسفارات والمخابرات ويجتمع معهم حتى يمهدون له وصوله إلى الحكم بالعراق من أجل الأحزاب والمصالح السياسية الضيقة، أما من أجل الدين ما يتحركون، من أجل الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام ما يتحركون. بس هذه الحكومة، إحنا عندنا الآن حكومتان في العالم وكلتاهما طايحتا حظ، حكومة إيران وحكومة العراق، كلتاهما تدعيان التشيع، يعني حكومتان في العرف الدولي تمثلان التشيع. أين هاتين الحكومتين في قضية البقيع؟ وين؟ هنالك موقف؟ أصلا نسمع موقفا؟ يخرج رئيس الوزراء يتحدث مثلا بأنه نطالب بإعادة بناء مراقد أئمة البقيع عليهم الصلاة والسلام؟ لا، نايم في هذا في هذه القضية، نايم. وكذلك ذلك القابع في طهران نفس القضية، كأنه القضية قضية عادية. أما أبسط الأمور وأتفه الأمور اللي بها مساس بمصالحهم السياسية تجدونهم يثورون. هاي الغربة التي يعيشها إمامنا صاحب العصر عليه الصلاة والسلام. هؤلاء أهل الوصف لا أهل الفعل. أصلا هؤلاء حتى أهل الوصف لا ينطبق عليهم لأنهم منحرفون عن التشيع، ولا أهل الوصف حتى إذا يبقى على وصفه للتشيع وقوله للتشيع إذا كان على المنهاج الصحيح، وهذا بحد ذاته همزين جيد. نحن بحاجة إلى أن نتحرك، لا يجب أن نفترض في أنفسنا أننا ضعاف، لا يجب أن نعتبر أنفسنا أننا لا يمكن أن نحقق شيئا. كلا أيها الأخوة، نحن طاقات جبارة، المؤمنون المخلصون الواعون الأصفياء الذين همهم فقط ولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام والبراءة من أعدائهم. هؤلاء يجب أن يتحرك، يجب أن ينظموا أنفسهم. الله في نظم أموركم، تنظيم. يجب أن تؤسس مؤسسة أو لجنة أو تنظيم أو منظمة خاصة تتكفل بمثل هذا الأمر، تسعى في هذا الاتجاه، منظمة أخرى تسعى في اتجاه آخر، وهكذا بين المؤمنين المخلصين الذين لا يسعون إلى المناصب ولا يبحثون وراء وجاهات ولا يسعون نحو الانتخابات والكراسي الزائلة وما إلى هنالك. نريد مجموعة من المؤمنين يتجهون هذا الاتجاه، وأنتم بحمد الله من تقطنون في هذه البلاد الغربية أمامكم آفاق واسعة وأبواب واسعة للتحرك في هذا الاتجاه. ضعوا أيديكم بأيدي بعض، بعضكم بعضا، وتحركوا، والله تعالى يبارك مسيركم في هذا الاتجاه. لا تتركوا أحدا يمس أئمتنا صلوات الله عليه ولو بشعرة، لا تتركونه يهنأ في حياته، لا تتركون أحدا يمس واحدا من شيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ولو بشعرة وتتركونه هكذا أبدا. تحركوا، صيروا مثل اليهود. اليهود الآن إذا أي يهودي في العالم يقول أي فقط، شوف شلون ينتفضون ويتناسون خلافاتهم ويتناسون ما بينهم من أجل نصرة هذا اليهودي اللي في شرق أو غرب الأرض اللي صرح قال آه في قضية معينة، وتلقاهم قضية تافهة جدا. لهذا السبب تجد اليهودي في العالم غالي، له ثمن، ما حد يقدر يتجرأ له. أما الشيعي يذبح كالخراف ولا أحد يحس، صار عادي حوادث القتل والتفجير وما يشبه ذلك في حق الشيعة، صارت أمور عادية جدا. أقلا فلننصر أئمتنا صلوات الله عليه.
فلنكن من أهل الوصف والفعل، أفعال مو فقط أقوال. أنا أنقل لكم نموذجا تاريخيا يرتبط بهذا الموضوع. حقيقة الإنسان يفخر بأمثال هؤلاء من عمالقة التشيع. قبل أن أعرض هذا النموذج أقدم مقدمة بسيطة، أقول هنالك تصور خاطئ عند كثير من المؤمنين مع الأسف. هذا التصور مفاده أنه علي صلوات الله عليه بعد استشهاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لزم بيته بلا حراك، ما كان عنده أي تحرك سياسي، ما كان عنده أي تحرك واقعي على الأرض، لا، كان فقط لزم بيته لا أكثر ولا أقل، ما سعى نحو إرجاع الشرعية إلى الحكم، ما سعى نحو إسقاط الحكومة الإنقلابية لأبي بكر وعمر عليهما لعائن الله. هذا تصور موجود عند الناس، يتصورون أنه القضية هكذا. هذا مو صحيح. علي منذ اليوم الأول، علي ما سكت، ديروا بالكم، ها لا تسمعون كلام الأحزاب البترية والضالة التي تصور لكم التاريخ على غير حقيقته، ينتقون بعض الأمور ويغيرونها، يعني يغيرون معانيها، يخرجونها من سياقها ويصورون الأمر تصويرا آخر مخالف للحقيقة التاريخية. يقولون لك لا، علي بن أبي طالب دعم حكومة أبي بكر وعمر، علي بن أبي طالب قبل بهذه الحكومة ومشى معهم وساندهم وإلى آخره. شنو الدليل؟ يقول قال عمر لولا علي لهلك عمر. شوف شلون يخرج القضية من سياقها، لولا علي لهلك عمر أين وردت؟ لما كان عمر جاهل أراد أن يحكم بالناس قضاء، ما كان يعرف الموازين الشرعية، فعلي عليه الصلاة والسلام كان يتدخل، مو باستعانة من عمر، يتدخل حتى يوقف مثلا رجم المرأة الزانية المجنونة التي زنت. المجنون لا حرج عليه، زانية لكنها مجنونة لا حد عليها، هذا راد أن يطبق عليها الحد، قام علي صلوات الله عليه وتصدى له، فحتى يبرر يعني جهله قال لولا علي لهلك عمر. أي ربط في هذا؟ وكأن يريدون أن يصوروا القضية كأن عليا مع عمر كان مستشاره مثلا، مو القضية هكذا. أما علي لما كان يرى أن هنالك واجب شرعي عليه أن يتدخل كان يتدخل لا أكثر ولا أقل، وثم يصورون القضية والعلاقة بين أمير المؤمنين عليه السلام وأبي بكر وعمر يصورونها على أنه علي كان فقط قد التزم بيته وما كان يسعى نحو قلب هذا النظام، إسقاط هذا النظام الجائر الانقلابي حتى يأتي بالحكومة الشرعية التي هو زعيمها، هو الخليفة الشرعي. منو قال هذا الكلام؟ أمير المؤمنين بعد استشهاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم منذ اليوم الأول رفع السيف. دقق في كلامي، روايات موجودة في الكافي الشريف، ارجع. رفع السيف ونادى بالجهاد وطاف على بيوت المهاجرين والأنصار يسألهم النصرة، يلا تعالوا حتى نحن نجابه أبا بكر وعمر وزمرتهما بالسيف حتى نرجع الحق إلى نصابه. قالوا له موعدنا متى؟ قال موعدكم غدا في بيتي، تأتون إلى بيتي محلقين رؤوسكم. جاءوا له باليوم التالي، كم واحد؟ 7 أشخاص. قال ما اكتملت العدة، العدة 40، أنا مأمور من الله ورسوله أنه إذا 40 رجل كان عندك 40 ناصر تثور، ما عندك تصبر. عينا مثل رسول الله صلى الله عليه وآله، كانت قريش تهجم على المسلمين، تقتل المسلمين، تؤذي المسلمين، يأتون إلى رسول الله وهو في المدينة في بدايات هجرته، يلا يا رسول الله
نقوم بحرب على هؤلاء. يقول ما اكتملت العدة، 313 ما حصل عدة أهل بدر. فلما اكتملت هذه العدة رسول الله رفع السيف وأعلن الحرب على قريش، وجرت موقعة بدر كبرى. أمير المؤمنين ما حصل، فقال لهم إنكم لم تطيعوني، مضمون الرواية، إنكم ما أطعتموني في حلق الرأس، فكيف تطيعوني في قتال جبال الحديد؟ هذا أهل الوصف، وأهل شنو؟ أهل الفعل. وين أهل الفعل؟ ما. فإذا علي حاول، أراد أن يقاوم، ومقاومة مسلحة، ولكن ما اكتملت العدة، العدد المطلوب إلهيا ما اكتمل، فلزم بيته. ولكن وهنا أدقق جدا مهم، لما لزم بيته هل لزم بيته بشكل سلبي أم إيجابي؟ بعبارة أخرى، لما لزم بيته هل ترك الحبل على الغارب هكذا، أم حاول أن يتحرك ولو بشكل سري نحو إعداد هذه الكتيبة 40 رجل حتى تقوم الحجة بوجود الناصر كما عبر صلوات الله عليه، وبالتالي يتمكن من إسقاط هذا النظام اللاشرعي؟ الجواب، علي تحرك بعد ذلك في بيته، من بيته تحرك وأنشأ منظمة سرية شيعية كان هدفها إسقاط هذا الحكم عبر ماذا؟ عبر إعداد الناس ليكونوا شيعة مخلصين، وبالتالي يكونون أنصار مجاهدين بين يدي مولاهم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وبالتالي يتمكن علي أن ينهض بهم ويثور. المشكلة التي وقعت ما هي؟ أنه ما تكامل هذا العدد إلا لما قتل عثمان، يعني طولت هذه الدورة وعمل هذه المنظمة، طول 25 سنة، يعني يبني من الصفر، يبني أفراد من الصفر. ولهذا أنت تقرأ في تراجم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، ارجعوا إلى الكتب الرجالية، انظروا ماذا يعبر علماء الرجال، يقولون كان من الراجعين إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه. يعني شنو؟ يعني في بداية أمره كان متخاذلا عن أمير المؤمنين، شاف أن الحكومة قد اغتصبت وصار انقلاب في سقيفة بني ساعدة، سكت، ما نصر أهل البيت، لكن بعد ذلك بسبب تحركات أمير المؤمنين والثلة من أصحابه في هذه المنظمة التي سأذكرها وأنقل لكم تفاصيلها من الروايات، هذا الإنسان تاب ورجع من جديد إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ما هي هذه المنظمة؟ هذه المنظمة أيها الإخوة اسمها شرطة الخميس أو شرطة الخميس، هذا صحيح ذاك هم صحيح. شرطة، يرجع هذا اللفظ إلى معنى أنهم قد علموا أنفسهم بعلامات، فلهم علامات خاصة. شرطة جمع الشارط، وهذا المعنى أصح، مثل ما نقول حامل يصير مجموعة شنو؟ حملة، شارط شرطة. هؤلاء وقعت اتفاقية فيها شروط بينهم وبين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. قدموا هم تعهدات أمام أمير المؤمنين، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أيضا قدم لهم تعهدا في المقابل. ما هي تعهداتهم لأمير المؤمنين؟ تأتي. ماذا تعهد لهم أمير المؤمنين صلوات الله عليه؟ تعهد لهم بأنكم أنتم إذا وفيتم بهذه الشروط، أديتم هذه الشروط، فأنا أضمن لكم الجنة،
وتكونون بمنزلة الأنبياء. منزلة الأنبياء تصل. قال لهم ذات مرة كما نطقت بذلك الروايات الشريفة، قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لأصحابه: تشرطوا، إنما أشارطكم على الجنة ولست أشارطكم على ذهب ولا فضة. مدى أشارطكم أعطيكم ذهبا أو فضة من متاع الدنيا، لا، أعطيكم الجنة بشفاعتي بالوجاهة التي عند الله تبارك وتعالى. لماذا سموا شرطة الخميس؟ لأنهم شرطوا هذه الأمور لأمير المؤمنين التي ستأتي، وهو في المقابل شرط لهم الجنة فسموا شرطة. طيب الخميس من أين جاءت هذه الكلمة؟ الخميس يعني الجيش، شرطة الخميس يعني شرطة الجيش، الجيش يسمى خميسا، خميس مو يعني الخميس اليوم، الجيش المقصود به. لماذا يسمى الجيش خميسا؟ لأنه مكون من 5 كتائب رئيسية: المقدمة والساقة أي المؤخرة والميمنة والميسرة والقلب، 6. فهؤلاء يصبحون ماذا؟ شرطة الخميس، أي شرطة جيش أمير المؤمنين، الكتيبة الأولى التي تقتحم الحروب تعد نفسها هذه الكتيبة، بحيث إذا ما حصلت حرب فنحن أول من نرفع السلاح، نحن أول من ننصر إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. كم كان عدد هؤلاء في زمان حكومة أمير المؤمنين؟ وصل عددهم كما قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه إلى 6000 رجل. هؤلاء كانوا من أعظم وقمم أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وبمنزلة الأنبياء. من منهم؟ أنقل لكم بعض الأسماء من شرطة الخميس من يوم استشهاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى يوم استشهاد أمير المؤمنين صلوات الله عليه. بعض الأسماء اللامعة فقط أنقلها لكم. كان من بينهم سلمان، ناس ما تعرف هاي الحقائق، أنه سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه كان من شرطة الخميس. يعني شنو؟ يعني مستعد، يعني عنده، هو منضم إلى هذه المنظمة الخاصة السرية، بحيث بمجرد ما أمير المؤمنين يعلن الجهاد هذا أول واحد يرفع سلاح، سلمان رضوان الله تعالى عليه. كان من بينهم عمار، المقداد، أبو ذر، صعصعة بن صوحان، سهل وعثمان ابن حنيف، سليم بن قيس الهلالي، الأصبغ بن نباته أو نباته، كميل بن زياد النخعي رضوان الله تعالى عليه، الذي علمه أمير المؤمنين دعاء كميل الذي تقرؤونه في ليالي الجمعة. وللعلم هذا كميل بن زياد أيضا أكو حقيقة أنقلها لكم كثيرين يجهلونها، كميل بن زياد أحد قتلة عثمان لعنه الله، أحد الذين ساهموا وشاركوا في قتل هذا الطاغية عثمان بن عفان، تطبيقا لكلام أهل البيت. الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه، ارجعوا إلى كتاب البحار للعلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه، يأمر شيعته يقول: معاشر شيعتنا، علموا أولادكم بغض عثمان، علموهم. ليش هاي الحقائق وهاي الروايات ما تنقل على المنابر؟ ليش؟ لماذا يصور أهل البيت، يؤخذ فقط جانب من حياتهم ويتهمل الجوانب الأخرى؟ أهل البيت كما كانوا رحماء على المؤمنين كانوا أشداء على الكفار، أشداء على المنافقين، أشداء على الطغاة، كانوا يأمرون شيعتهم ببغض أعدائهم ممن طغوا وتجبروا وأفسدوا في الأرض وأهلكوا الحرث والنسل ودمروا هذا الدين وحرفوه، وواحد من هؤلاء الطغاة عثمان لعنه الله. لماذا لا تنقل هذه الحقائق؟ كميل بن زياد، الصورة الموجودة عند الناس إجمالاً أنه من هو؟
رجل زاهد عابد من أصفياء وخلص أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله عليه، هذا صحيح. ولكن الشيء الذي يتفاجأ به الناس أنه هذا الزاهد العابد المخلص الذي تعلم وحظي بهذا الدعاء الجليل العظيم الشريف دعاء كميل، الناس ما تتصور أنه هذا كان ثائر وأنه شارك في قتل هذا الطاغية عثمان لعنه الله. ما تدري الناس هاي المعلومات، يجب أن تتبين حتى يعلم أنه كميل بن زياد مو من أهل الوصف فقط، من أهل الوصف والفعل أيضا، أفعاله تدل على أنه شيعي حقا وصدقا، أفعاله دلت حينما قتل هذا الطاغية عثمان على أنه بالفعل من أهل الفعل. هذه نماذج الإنسان يفخر بها. إذن كميل بن زياد كان منه، مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه كان منه، أبو الهيثم بن التيهان صاحب رسول الله أيضا كان منهم، يعني انضم إلى هذه المناظمة إلى هذه المبايعة. خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين رضوان الله تعالى عليه، هذا الذي في قصة معروفة رسول الله قبل شهادته وسماه بأنه ذو شهادتين، يعني شهادته تعدل شهادتين. محمد بن أبي بكر، أبو أيوب الأنصاري وغيره، هؤلاء كانوا من أعضاء وأفراد شرطة أو شرطة الخميس. زين، ما الذي شرطه هؤلاء؟ يعني ما الذي قدمه هؤلاء لأمير المؤمنين من تعهدات؟ ثلاثة أمور أساسية. الأمر الأول، تعاهدوا على الموت في الدفاع عن إمامهم وتنفيذ أوامره فورا، يعني حتى إذا كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يشير مجرد إشارة سريعة إلى أحد، بس إشارة هكذا بطرف الإصبع، كان هؤلاء ينفذون فورا، مستعدين أي أمر يقوله الإمام فورا يطبق، مو مثل أولئك اللي الإمام صلوات الله عليه الإمام زين العابدين قال لهم اقبضوا على جمرة من نار فلم يفعلوا، شرطة الخميس كانوا يفعلوا، لو شنو يصير يفعلوا. زين، هذا التعهد الأول. التعهد الثاني، أن يكونوا أول من يبدأ بالقتال، تقع حرب كما وقع بالفعل، حرب الجمل، حرب صفين، حرب النهروان، دائما أول كتيبة تدخل الحرب وتشتبك مع العدو كانت هذه الكتيبة، شرطة الخميس 6000 رجل، أول كتيبة تدخل فورا هي تشتبك. وماذا أيضا؟ ولا يرجعون إلا مقتولين، ما يرجع إلا مقتولين أو منتصرين غالبين، إما أن الحرب انقضت فيرجعون وهم منتصرون، أما الحرب ما زالت جارية فهؤلاء لا يرجعون إلا مقتولين، خلص يرجعون على النقالات. يعني وضعوا أرواحهم على أكفهم، يبذلونها في سبيل الله، ألا ومن كان باذلاً في الله مهجته، قال الحسين صلوات الله عليه، مضمون كلامه الشريف إعلانه من مكة قبل أن يتجه إلى كربلاء، خطب بالناس وقال إحدى خطبه الشريفة، ألا ومن كان باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. اللي ما باذل فينا مهجته، ما موطن نفسه على لقاء الله، ما متجه نحو الشهادة والقتل، فلا يأتي معنا، خلص. هذا التعهد الثاني. التعهد الثالث، أن يحوط الإمام أينما ذهب لحمايته ويكونوا مسلحين دائما، وين ما كان يتوجه أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان شرطة الخميس يلتفون حوله.
أينما يذهب يذهبون معه، يحمونه وهم في سلاحهم، شاكون في السلاح، لابسين دروعهم مستعدين. هؤلاء الله تبارك وتعالى أسماهم شرطة الخميس، وأمير المؤمنين صلوات الله عليه حكى أنهم بمنزلة الأنبياء امتداد للأنبياء، كما نطقت به أيضا الروايات الشريفة كهذه الرواية. واحد من شرطة الخميس هؤلاء اسمه الأصبغ بن نباتة أو نباتة رضوان الله تعالى عليه. روي عن أبي الجارود قال: قلت للأصبغ بن نباتة: ما كان منزلة هذا الرجل فيكم؟ هذا الرجل يعني أمير المؤمنين، يقول منزلته عندكم كيف كانت أنتم شرطة الخميس؟ قال: ما أدري ما تقول، أنا ما أعرف أجاوبك، تقولي منزلة علي بن أبي طالب عندنا شنو، ما أعرف أجاوبك، ما أدري ما تقول، إلا أن سيوفنا كانت على عواتقنا، فمن أومأ إلينا ضربناه بها. يعني أي شيء يأمرنا به فورا نحن ننفذ. وكان يقول لنا: تشرطوا فوالله ما اشتراطكم لذهب ولا فضة، وما اشتراطكم إلا للموت، إن قوما قبلكم من بني إسرائيل تشارطوا بينهم فما مات أحد منهم حتى كان نبي قومه أو نبي قريته أو نبي نفسه، وإنكم لبمنزلتهم غير أنكم لستم بأنبياء. يقول أنتم امتداد للأنبياء، في زمان ما من بني إسرائيل جماعة تشرطوا مثلكم، تشارطوا على الموت في سبيل الله من أجل نصرة دين الله، فما مات أحد منهم إلا كان إما نبي قومه أو نبي قريته أو نبي نفسه، لأن بعض الأنبياء مبعوثين إلى أنفسهم. أنتوا مثلهم لكنكم لستم بأنبياء. يعني بإمكانك أنت الآن إذا تصبح أنت من شرطة الخميس، شرطة خميس الإمام صاحب العصر صلوات الله عليه، اعلم أنه منزلتك ترتفع، تصبح بمنزلة الأنبياء. هذا قليل. هكذا إذا صرنا إمامنا يظهر لا شك ولا ريب. هذا الحديث ذو شجون واقع، هذا حديث شرطة الخميس وتفاصيل هذه المبايعة الخاصة التي يعقدها الإنسان مع إمامه. كل إمام كان عنده شرطة خميس للعلم، كل إمام، وإمامنا صاحب العصر أيضا ينتظر منا أن نكون شرطة الخميس هؤلاء. فهذا الحديث إن شاء الله نكمله في المحاضرة المقبلة بحوله تعالى، ونسأل الله تعالى حقا أن يوفقنا لأن نكون من شرطة الخميس. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن أنتم كذلك. شكرا الله. أسمعكم. شكرا.